سبحان الله، يعني الحوار ده طلع بجد؟ شكله كده. يعني جدك كان يوصل حاجة باللغز عشان يلاقي الكنز. بعدين بقى يا سيف نتكلم في الموضوع ده. مرسي قوي يا جماعة انكم جيتوا معانا. تحبوا بقى تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ ننزل ده ايه؟ احنا جايين معاكي عند عم بندق. جايين معانا ليه؟ عشان انا ليا في الفلوس زي ما انت ليكي فيها بالظبط. انت اكيد مش في وعيك بقى. ليه يا حبيبتي، هو مش جدي زي ما هو جدك؟ ايوه بس هو ساب لنا احنا المجله وساب لنا احنا الفلوس. بقول لك ايه يا بنت انت، الفلوس دي هتتقسم بالحق وشرع الله. هو لو كان عايز يسيب لكم فلوس كان يسيب لكم انتوا كمان مجله. انت شكلك نصابه يا بنت انت وعايزه تاكلي حقي. حقك ايه يا متخلفه انت؟ حقي يا حبيبتي بالشرع والقانون. تعالي نطلع على الاسم وعرفك يعني ايه حقي. انت فاكراني هفيه ولا ايه؟ ده ناكلك صحيه كده. لا انت شكلك بقى قلت الادب وعايزه تتضرب. مين اللي قلت الادب يا بنت؟ لا انا ممكن اضرب. انا اللي ممكن اضرب من شعرك. بس مش عارف اسوق، بتوتر وانا سايق. طب ما تجيب اسوق انا شويه. يا اخي ما تلمسنيش، ومحدش يسوق عربيتي غيري. الجو ده خلاص يا جماعه خلاص. انا اصلا دلوقتي بفكر مع نفسي موضوع اللغز والمجله وبندق وبنداري اي كلام فاكس يعني. صدقي فعلا فاكس، ده حوار عبيط اساسا واحنا مش فاضيين للكلام ده. بالظبط. ها قولوا لي بقى، تحبوا تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ هنا فين يا ست الكل؟ هنا منطقة مقطوعة، ولا في اتوبيس ولا ميكروباص ولا توك توك حتى. هننزل هنا وناخد تاكسي عشان نطلع على مشوارنا احنا يا هاني. تاكسي يا بنت انت اتجننتي؟ بعدين مشوار ايه اصلا؟ مشوارنا يا هاني اللي في التحرير. طيب خليكوا، انا كده كده هعدي على التحرير، ابقى انزلكوا هناك بالمرة. احنا مش رايحين التحرير يا سيف، احنا رايحين اكتوبر. اكتوبر اشمعنى؟ مش احنا قلنا هنعدي على شريف وسوء عشان نروح السينما؟ ايه ده، هو شريف رجع من البلد؟ الباشا من شويه قال ان هو رايح التحرير. مفيش مشاكل، روح التحرير ونزلنا مهمشه ناخد اي حاجه من هناك. هشهشت، احنا مش رايحين الاميكن دي. خلاص نزلنا المؤسسه وناخد ميكروباص وامرنا لله. انت ليه بتصعبها؟ امال هننزل هنا فين يعني؟ بقول لك ايه، نزلنا المؤسسه. يا اخي ما تلمسنيش، قلت لك. وبعدين انا ما عنديش مانع انزلك المؤسسه، لكن انزلك مؤسسه ايه؟ مؤسسه مصر الخير، مؤسسه الوفاء والامل، انا مش عارف. مؤسسه يا هاني، ما احنا هنركب تاكسي. قلنا اللي تاكسي هتدفع انت. هدفع يا معفن. يلا سلام عليكم. يلا استني، اديني المجله. الله، انت مش قلتي مش فارقه معاكي المجله؟ المجله بتاعت ماما ميمي اصلا. طيب ما احنا هنخلص على طول وهنيجي. مش انتوا لسه هتخشوا السينما؟ مش داخلين السينما؟ ايوه داخلين السينما. طب خلاص، يبقى سلام عليكم والنبي على جنب بقى يا عريس. شكرا. الله سلام عليكم. كنا رحنا معاهم السينما. اسكت بقى، انا عمال اغمزك وانت مش فاهم حاجه. حدائق القبه يا اسطى. حدائق؟ انت مش رايح التحرير؟ هصاحبك بعدين. يلا اركب. يعني هو المرسم بتاع جدك ده هنلاقي فيه كنز؟ ما تبقاش اوفر يا سيف، كنز ايه دي؟ فلوس عادي. خلاص، اول ما الراجل يطلع نمسكه ونكتفه ونقوم ضاربينه واخدين الفلوس. لا، هناخد منه المفاتيح ونروح المرسم. اسكت بقى. اصل انا جاي عندي طاقه كده ومتحمس ان انا اكتف حد. طب خلينا نعرف ده البيت ولا لو سمحت. ده بيت عم سنجاري. سنجاري ايه؟ ده بيت عم رده مقفول، واحنا جايين قدوره. لو سمحت، ده بيت بنداري. عم بنداري ساكن في اول دور تحت. اه شكرا. ريحته قلب الدنيا يا عم سنجاري. هاي انكل بندق. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنتي. حضرتك مش هتعرفني، انا نيلي عبد الله مكاوي. اهلا نيلي، مش معقوله انت كبرتي قوي يا حبيبتي. اتفضلوا يا ولاد. ولا يعني شكلنا جينا في وقت مش مناسب. اصل طالما الراجل شعره بقى رزي ولبس الروب ده، يعرف ان جوه في شقلبة بظبط. ولا ليه؟ اتفضلوا، تعالوا اتفضلوا. يلا. ايه ده؟ هيخلينا نتفرج؟ شرفتونا. اتفضلوا. ازيك يا انكل عم بندق؟ لا ارجوكي ما تعليش صوتك، عشان هنا انا عايش لوحدي. مش قلت لك الراجل ده بتاع شقلبازات؟ والله انا كان نفسي ان انا اجي ازورك، خصوصا بعد اللي حصل لبابا ده، عشان كنت اطمن عليكي وعلى ماما ميمي وعلى شريان. بص بقى يا انكل عم بندق، انا مش عايزه اي بني ادم يعرف ان انا جيت لحضرتك هنا، بالذات اللي اسمها شريهان دي. خلاص يا بنتي، خلاص اعتبر سردك ده في بير. طب ده جدك الله يرحمه كان بيعتبرني انا بير اسراره، صندوق الاسود اللي بيتحط فيه كل الاسرار بتاعته. الحمد لله بعد ما مات مفيش سر منهم، لا طلع قبل ما يموت ولا بعد ما يموت.
كويس قوي. طب يعني لا مؤاخذة، يعني ايه اللي فكركم بيا كده كلكم مرة واحدة؟ كلنا مين؟ هو انا اقصد يعني انت وخطيبي ده، صح؟ هو مش ده خطيبك؟ خطيبها طبعا. لا ده مش خطيبي خالص، ده واحد صاحبي عادي. بتقول كده عشان حسن. لو سمحت يا انكل عم بندق، انا كنت عايزه اطلب منك طلب. كنت عايزاك توديني المرسم بتاع جدو اللي في وسط البلد، نفتحه اخد منه حاجه بس ونقفله تاني ونكفي على الخبر خبور. بجور whatever. خلاص خلاص، خبور وبور مجور، ايه اللي انت عاوزينه؟ وقت ما انت تكوني عاوزه تعملي كده قولي لي بس، وانا اجهز نفسي وافتح لك المرسم. عايزه كده دلوقتي حالا. دلوقتي ما ينفعش. مش هينفع ليا خلبوس. عم بندق حبيبي. يا عم بندق، عم بندق هو الحمامه شريهان نيلي. عرفتي بقى ما ينفعش ليه؟ دي اخر حاجه كنت اتخيلها، شريهان وعم بندق. احنا مش هنحبس بالشاي بقى ولا ايه؟ ايه ده؟ عايز تحبس كمان بالشاي انت هنا؟ انا دلوقتي بس عرفت اسمك، يعني الدبدوب. ولا لم نفسك، انا لازم امشي من المكان القذر دوت. هو ازاي حضرتك ما تقوليش ان السحلابه دي موجوده هنا؟ لا 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 لا، ما انت لازم تفهمي كويس قوي ان السحلابه دي قالت لي برضو ان انا ما اقولكيش ان هي هنا. السحلبة دي حبيبتي هي اللي تستحلب وتيجي تاخد الفلوس من ورانا. لا يا حبيبتي، السحلبة دي اللي موجودة من بدري عشان تاخد الفلوس من ورايا انا. احتمي نفسك يا بنت انتي. سحلوبي، رد عليها. لمي نفسك يا بنت انتي. الله 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 الله، في ايه ده؟ ازاي تكلمها كده يا دبدوب؟ لمي نفسك يا دبدوب. طب عن اذنك كده؟ يا سحلبة يا سحلبة يا سحلبة. الله الله الله. طب اقول لك على حاجة، السحلبة دي تبقى امي. عم بندق، عم بندق حرام عليكي والله، الراجل هيموت، انت السبب. وانا مالي؟ هو انا اللي كنت بضحته بالزهريه؟ ما تقوليليش كده في وشي، قولي فيز، قولي فازة حتى، انا ما تقوليش انا كده في وشي زهريه. برضك انت اللي بضحتيه بالفيز. انا كنت عايزه اخبطك انت، بس انت اللي مشيتي، ما كنتش عارفه اصلا، كده كده ما كنتش عارفه اخبطك بالقوقعه اللي على دماغك دي. قوقعه دبوني. لا بس بقى انت وهي، خلونا نشوف الراجل ده ايه اللي حصل له. عم بندق، عم بندق، الراجل بيصوصو يا جماعه. طب صوصو له في ودنه يمكن ينطق. شيب انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي معايا يا حبيبتي عشان ناخد فلوس جدي اللي هي حقي ونصيبي. برضه هتقول لي فلوس جدي؟ بصي يا حبيبتي، عشان نجيب من الاخر كده، انا ليا في الفلوس دي زيك بالظبط، برضاكي او غصب عنك، والمجله معايا. عايزه تكملي معايا في الحوار اهلا وسهلا، مش عايزه انت حره. هي كده يعني؟ اوكي. الحمد لله بيفوق اهو يا جماعه. بس 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 بس، كلب وراح، كلب وراح. خير الله خير الله. جبت العيش اللي لازم احطه في الثلاجه عشان التشقيق. جبنا العيش وحطيناه في الثلاجه. الحمد لله. انت مين؟ انا العيش الملدي. وانا الثلاجه. لا لو سمحت يا عم بندق، مش وقت فقدان ذاكره خالص، عايزين نروح نشوف الفلوس. انت مين؟ انا نيلي عبد الله مكاوي. نيلي نيلي، والله كبرتي يا نيلي.